الحمام هو عبارة عن تراث قديم ورثته الأجيال لتاريخنا هذا. نحن اليوم يعني قصدنا الحمام من مسافة ما يقارب مثلا 40 أو 50 كيلومتر. الهدف هو من الحمام أنه نلتم بسبب ضغوط الحرب وضغوط الحياة، صفى كل واحد بضيعة أو كل واحد ببلدي أو كل واحد بقرية، فأخذنا من هذا المكان يعني مثل ملتقى للأصدقاء أو ملتقى للأقارب. الحرب كنا نجي على الحمام، عن صارت هالحرب ما بقى فينا نجي على الحمام. هلا الحمد لله رجعت فتحي، نجي لهون على الحمام. حمام البيت ما فيه هالبخار، ما فيه مساج، ما فيه مساعدة، ما زميني كيسة. اليوم بيجيك مثلا رفيقك اقربائك، يعني هني بيتولوا الامور بكيسوك بتنبسط. نحن عم نجي لهون بس مشان ننبسط. يعني الحمام عمره بحدود 250 ل 300 سنة. الحمام وقف في بأول 2011 أثناء الثورة السورية، وعد تفعيله هلأ من فترة 5-6 شهور ولحد الآن والحمد لله رب العالمين. الحمام الشعبي هاي حمام قديمي، فيه مميزات بالحمام، البلاط السخن، الخلوات القديمة، الصدورة. هاي الحمام بتلم يعني أحياء شباب الأحياء الشعبية، وبتلم أهل المحافظة والأصدقاء وبالعادات القديمة. عندنا الحمام أساس يعني بمجتمعنا.